بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طبعا لازال حديثنا موصولا مع الآية 83 بعد 100 التي في سورة البقرة، والتي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخذنا طبعا مسائل كثيرة متعلقة بهذه الآية، من أول طبعا قوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله لعلكم تتقون. وقلنا أن لعلكم تتقون هذه هي الدالة على تحصيل التقوى من الصيام، وقلنا أنه أن هناك ارتباط وطيد ما بين الصيام وما بين التقوى، وإن كانت التقوى مطلوبة في جميع الأعمال ليست مخصوصة بالصيام دون غيره، لكن ارتباطها بالصيام ارتباط وطيد لا شك في ذلك، لأن كل منهما طبعا التقوى وكذلك الصيام أنها وقاية. وقاية هو جعل بينك وبين ما تخشاه وقاية. وأما بالنسبة لتقوى الله عز وجل فهو أن تجعل بينك وبين ما أو تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وعقابه حاجزا مانعا وقاية، هذا هو المقصود بالتقوى. وقلنا أن لفظ التقوى جاء مطلقا ولم يأتي مقيدا، لعلكم تتقون، بعكس آيات كثيرة جاءت التقوى فيها مقيدة، إما مقيدة بإرجاعها إليه جل وعلا، وإما مقيدة بالوقاية من النار أو بالوقاية من الشر أو إلى آخره، لكن هنا جاءت لعلكم تتقون بمعنى مطلقة وليست مقيدة، لعلكم تتقون. وكنا أن الإطلاق هنا مرتبط بكل ما يتعلق بالصيام، لعلكم تتقون. تحصيل التقوى درجات ومراتب تشملها الآية. تتقون أي ما حذر الله منه أو ما حذركم الله منه تشملها الآية. تتقون بمعنى عدم الوقوع في المحارم التي تفسد الصيام أو تصيب بالخلل تشملها لعلكم تتقون. فكل هذه وغيرها شاملة في هذا الإطلاق الذي هو لعلكم تتقون. وقلنا لتحصيل التقوى لابد في قوله لعلكم تتقون إشارة إلى الغاية والمقصد الذي جاءت أو شرع من أجله أو شرعت من أجله العبادة. التقوى هذه من أجله شرعت العبادة، الذي هو تزكية النفس وتهذيبها، تزكية النفس وتهذيبها. وكنا طبعا كل العبادات جاءت بالغاية الأولى التي هي توحيد الله جل وعلا، ثم الغاية الثانية التي هي تزكية النفس وتهذيبها،
وقلنا أن الله عز وجل لعظم التزكية أقسم الله سبحانه وتعالى بها، أقسم بها وأقسم بالنفس التي لا بد أن تزكي، فقال والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشاهد عندنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم الله عز وجل في هذه السورة بإحدى عشر قسما، من قوله والشمس وضحاها إلى قوله ونفس وما سواها. فذكر أن النفس هذه تروض وهي لها الخيار بين الخير وبين الشر، لذلك قال سبحانه فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقلنا أن هذه التزكية وتحصيل التهذيب والتربية لا شك أنه في مدرسة الصيام يكون على أوجه وأشده، فهي من أكبر المحطات التي شرعها الله عز وجل لعباده أن يتزودوا منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا شك أن فضيلة هذا الشهر وهذه المدرسة التي في هذا الشهر التي هي مدرسة الصيام لا شك أن لها خصوصية ولها امتيازات ليست موجودة في غيرها، حيث أن العبادة تتعاظم بشكل عجيب جدا، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بأجر الصيام ولم يخبر به أحدا، لذلك قال سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أنه لم يعلم أحدا الأجر المترتب على الصيام، بل تركه له جل وعلا وأخفاه الناس لعظم هذا الفعل، وخصوصا في شهر رمضان الأبرك. تكلمنا في أن الإنسان يحصل مجموعة من القيم في هذه المدرسة، قيم كثيرة تتعلمها في مدرسة الصيام، فلا بد أن تحرص كل الحرص أن تخرج من هذه المدرسة بنسبة مقبولة في جميع هذه القيم، لأنها تكون نبراسا لك في طريقك للسنة كلها والعام كله إلى رمضان الذي يليه، يعني حتى تعود تلك أو ذلك أو تلك المحطة لنتزود منها مرة أخرى. إذن قلنا قيم، تكلمنا عن قيم، تكلمنا عن قيم، هذه القيم هي أولها القيم الروحية والقيم التربوية والقيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية وقيم صحية وقائية. هذه الخمس من القيم يتعلمها العبد في مدرسة الصيام، إذن عليه أن يحرص لأنك تربيك هذه القيم، وكل تحت وتحت كل قيمة من هذه القيم إلا وتجد تحتها قيم، في كل قيمة من القيم، القيم الروحية تحتها قيم، فيها قيمة الإخلاص، قيمة الإحسان، قيمة تحصيل التقوى، قيمة رفع إرادة العبد، تربيته، وكلها قيم. قلنا شو اللي ما قلناش؟ تجاوزناه، تكلمنا عنه، فذكرنا مجموعة هذه القيم. انتقلنا إلى القيم التربوية بعد الروحية. ومن كنقول القيم ماشي معنى هذا أنك فقط تسمع القيم وتقول أني حققت القيم في هذا الشهر الكريم، قد يكون جزء منها نقول لا تغبن، ليس المقصود أن تحصل فقط. شنو هو مقصود شهر؟ تقول غنحصل فقط؟ لا، علاش؟ لأن الصيام لا شك أن مسألة الإخلاص فيه جعلها الله عز وجل سجية فيه، لذلك أنت مخلص العمل لله جل وعلا بتوفيق منه، وإذا تترك صيامك طعامك وشرابك من أجل من؟ الله سبحانه وتعالى.
دي المسألة القيمة إخلاص هذه تحصله، لكن هل المطلوب من خلال هذه القيم تحصيلها أم شيء آخر؟ هل ما فقط فعل هذه القيم وإيجادها في الشهر أم لشيء آخر؟ ملكم أم الصلاح أنا كان دوله هو تربي النفس عليها. انت خصك تربي النفس علاش؟ على هذه القيم، ماشي فقط من فعل الصيام يربيك عليها، لكن لابد ان تحرص انت على على التحصيل التام منها اكبر الدرجات. فكتعود نفسك على على ما فعلته في شهر رمضان، فتركز عفوا وتستحضر دائما هذه القيم. فاستحضار هذه القيم واستغلالها في هذا الشهر الكريم تكون دافعا لك لسحب تلك القيم طيلة طيلة السنتين. ستبقى مصاحبة معك، تربيت فيها، ما يمكنش انا نخرج تعلمنا وسالينا، هذه مش مدرسة ديالاش، دوز الامتحان الله يتهنك. ياك ولا لا؟ الامتحانات اللي معروفة الآن كلها الاختبارات حفظ دجا بشي جاوبتي كيخرج انتهى الامتحان وانتهت المعلومات، هادشي اللي كاين كيبقى انتهى فات حيت لان حفظك كان للامتحان ولا لا؟ ياك الحفظ قال لا للامتحان سال الامتحان الله يتهنك. بل بعضهم يقول لك لا تشغلنا بارك الله فيك، يلا سال الامتحان خرج من الامتحان، يلا خارج من الفصل سلم الورقه وتم خارج. كيتلاقى مع الزميل ديالو كيقول لي واش درتي؟ قال لي صافي بركه. ياك بركه علاش بركه؟ صافي امتحان داز. كيقولوا عندنا اللي عطى الله شوف يعني عندنا كل صافي سالينا، ما تعاودش تسولني علاش اللي هو اش درنا ولا ما درنا. اذا الامتحان من اجل الامتحان، لكن هنا بالنسبه للعبد هل المدرسة الصيام هي مجرد الامتحان ام انها لازمة؟ معناه لابد ان تكون مصاحبة، استحضارها يلزمك في لان علاش؟ لان حياتك كلها امتحان. انت ديما فاشل ونبلوكم بالشر والخير انت ديما فاشل في الامتحان، انت في الابتلاء، اذا خصك الزاد لتتقوى على البلاء والامتحان. شتي؟ فهم؟ وخصوصا اذا ركزت ان المقصود من العباده هو هو تحقيق العبوديه لله. السلام عليكم. تحقيق العبوديه، فانت تسعى جاهدا في تحقيق تلك العبوديه لله سبحانه وتعالى، فانت في طور التحسين. انت ديما ما كنبقاش انا يا ما كنبقاش ثابت على على درجه معينه، ماشي المقصود ثابت على درجه النزول، لا، ديما على خط تصاعدي، المؤمن دائما في خط ديما كيقلب، الا ما كانش عندك هذا الشيء الا ما كنتيش ما تقول تقنع ب اللي كاين والله يجعل البركه كما كنقولوا. لا لا لا، فانت مغبون وانت محروم، لان المؤمن من طبعه انه كيبقى ديما غادي تسلق، ما عندوش النزول الى الاسفل، بلاش يجد في نفسه حسره وكمدا حينما يضعف يضعف ايمانه، ينقيل عمله. من يقل العمل ديالي معناه تما الجرس ديال الانذار، خصني خصني نرجع لوراقي نستدرك بسرعه، معناه المفروض ماشي كنزل، خصني خصني دائما. ولذلك ما يكونش انني كنقرا القران واخصص اجزاء معينه ونجي نقص من الاجزاء، لا، انا كنقلب خصني نزيد في الاجزاء وليس ان انقص منها. الذكر المعروف لا بد من زيادته، النوافل لا بد من زيادته.
فيها وانت غادي في خط عاش تصاعد. لكن كما قلنا النفس تحتاج الى ترويض، ما تنساش تحتاج الى ترويض. من رام الشيء كله ترك كله. لذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكن كالمنبت. شنو هو المنبت يا رسول الله؟ قال كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. هذاك المنبت اللي بغى اش كما كنا حناش منبتون كاع فينا ديك العجله وهذيك اش السرعه وخصنا دغيا. كاين هادشي اللي ما كاين دغيا. لذلك كتلقى نفسك اش حيت المنبت شنو هو الذي ركب على ظهري اش دابته فاراد ان يقطع مسافه قال اش ابقى كيعطي الدابه الدابه تسكنتها وقف نصف الطريق فلا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اذا ما تكونش كالمنبت تسكت. كالمنبت لا ارضا اش قطع ولا ظهرا ابقى. معنى خصك تبقى اش خصك تبقى غادي في المسار. الا ما استطعتيش انك ترفع الوتيره فإياك أن تنقص كتبقى آش. ولكن رفعك للوتيرة يكون آش تدريجيا. النفس ما كتبغيش آش إلا تعطيها كلك غتاش غتبيسها إلا. إذا خصني آش رويدا رويدا حيت هي كتربى. شوف قد أفلح من زكاها قد خاب من نساها. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة لا خليني سددوا دابا الاناش ساعة ساعة وان كان له وجه لكن احنا باش بغيناش القصد هو ساعة ساعة. عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالدلجة فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني عندك بعد دفع الله زين زين بغيتي زين زين لكن اياك النفيسه هذه فهمنا. النفيسه خصها تكون اش هي ما كنعطيهاش الدعم وما غنديروش لها كما كنقولوا حنا لا ما خدامش مع النفس لكن هي كتبغى اش انك حينما تعودها على الشيء تمشي اش وهي غاده معك كتولي اش لما كتحين الفرصه فتجد نفسك حينما تقوم بالفعل طاعة ما كما بغينا. خلينا نجيو جوج ركعات اسيدي كما كنضربوا به المثال ديما ياك جوج ركعات كنصليهم انا من بعد صلاة العشاء دايرهم في واحد الوقت معين. ألزمت نفسي بركعتين قيام ولا ماشي قيام؟ من القيام غتكون مغبون. القيام يبدا من اش؟ من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر هذا كله اش؟ قيام. إلا أن فيه أفضلية. الأفضلية تكون في آخر الليل. أسيدي أنت يالله كنسمع لك يقول لكم بغيت أنت يالله بغيتي آش تبدا تقيم الليل. أش قال لك؟ لا بغيت نقيم في آخر الليل. ما عمرك تقيم. فهمتي؟ واش فهمتي ولا نشرح؟ ما عمرك تقيم. علاش؟ علاش؟ أنت شنو هو؟ أنت شتي دفعتي دابا دفعة آش كبيرة. النفس اش كدير؟ كيبان لها داك الشيء اش؟ صعيب لان ما ترودهاش النفس خاصها اش؟ بدا بعدا بدا سيدي عام اللي من بعداش من بعد العشاء وبدا شويه كتاخر ما تصلي حتى اخر وقت لك الى النوم واخر وقت لنا للنوم اغلبنا الا من رحم ربك وقليل ما هم الا اللي خدام ما الوحدة ولا زوج ولا ثلاثة كتلقى اش نعس مورا العشاء. ما حنا سير زيدي اش اقل احوال انا نعستي بكري 11 ونص 12 ياك ولا لا؟ ياك انا في المريخ ساكن هنا الحمد لله 11 ونص اش 12 اذا سير انت 12 ونص الليل وحدة واللي اذا معناه اخر بدينا كندفعوا ولا ما بديناش كندفعوا؟ بدينا كندفعوا لاش؟ لاخر الليل. فاذا كنضر بالنفس هذوك جوج ركعات ملي كنربيها خصني اش
نولي درجة كنبقى في جوج ركعات. عندك يلا أسبوع الأول جوج ركعات تقولين أنا ندير ربعة هاك أبلاتي النفس باقي ما شدتش حيت إلا زدتي ربعة غتجر معاك هاديك جوج ما بقيتي اش كيقولوا المثل عندنا ما يقولوش اسيدي الله يسامح ما اش كتلقى مشى لا امتى كنعرف بان النفس اش صافي ترودات على الاثنين مني كنولي الى نسيتهم النفس ديالي كتقول لي واحد جوج ركعات راه باقيين فهمتي كديروا ولا ما كديرهاش كتبقى ولا ما تبقاش حتى واخا تدخل الفراش حتى كصافي اللي كنقولوا حنا قمة العجز الكسال هو عاش من يدخل في الفراش وتجر المنطا ما كيبقاش صافي ما تبغيش واحد يقول لك نوض لشي حاجه كاينه ولا ما كايناش تما كتقول لك النفس هي نوضاش واحد جوج ركعات راك نزيديهم اش درت النفس دابا هنا ترودات ولا ما ترودات شتي ترودات على الفعل من هنا كنقول لها وتعالي خص وحداش جوج اخرين نعاود نضربوا معاهم عاوتاني لعل وعسها ويجيب الله التيسير عاود سير فهمنا كيفاش وهكذا في جميع الطاعات لذلك لا تدفع دفعة واحدة علاش قلت لكم الحصة اللي فاتت من الحماقة أن تظن أنك ما تفعله فيها ما تفعله في هذا الشهر أنك ستبقى عليه خارج الشهر انسى فهمنا ولا ما فهمناش تربيتي ايه لكن المدة اش قصيرة وجيزة اياما معدودة باش تشد فيها كل شيء المقيم وتبقى عليه استمرارا كما انت في هذا الشهر الا علاش اول شيء ضيق الوقت ثاني شيء خصوصية الشهري الشهر عنده اش خصوصية لا توجد في غيره لان عندك الاعانة الخاصة عندك الاعانة اش الخاصة فيها تصفيد الشياطين فيها آش توفيق الله سبحانه وتعالى في تضييق مجرى الشيطان كل هذا يعينك على النفحات الربانية التي في هذا الشهر كلها تساعد على الطاعة مش بغيتي تدير هذاك الشيء اللي انت خارج في الشهر صعب لكن آش إلا من رحم ربك قليل اللي هو كما قلت لك مراود نفسه آش غادي عاطيها عارف ما فايده لاش غير خرج نفس الشهر كيبغى ديما كيبقى كيبحث عن الزياده واش كيبحث عن الزياده فلذلك ما يمكنش انك تختم ثلاثه الختمات اربعه خمسه في الشهر يمكن بالنسبه لناش العادي الانسان اللي يلاه بغى يتعود يتربى في الصيام يخرج يختم كل الختمات اللي يختمهم في شهر رمضان اخرى لكن حنا كنقولوا التربيه بالنسبه لاش في طور الترويض اذا خصني انا غسيدي ان نحرص على انني نختم في الشهر اش مره معنى جوج ديال الاحزاب فاش في اليوم كنرد نفسي وهذا سياتينا الطريقه المثلى للاستفاده من شهر رمضان ما بعد رمضان هي اللي قلت لكم السلف اولها استعداد اوسطها استغلال واخرها استفاده ثلاثه ما خرجت انا مغبون الا خرجت من رمضان كما دخلت معناه محروم لم استفد من الشهر شيئا ولم انل منه شيئا مفهوم طيب فين كنا شينا قيم التربويه اذا قلنا ماشي عاش انني كان لا صافي حصلت شويه من مشيت في لا علاش قلنا خصك تحرص لانك لم تعي اسمع هذه كل الوعي وتفرق بين العباده التي انت بصددها روحها شتي لان عندنا العباده عاده باقي احنا صافي ولينا لان رمضان بحال المسلم هيك نعم رمضان بحال المسلم لا رمضان ماشي مسلم موسم باعتبار لكن ماشي موسم باعتبار ما تعرفه انت من المواسم
معنى العادات لا. لذلك العبادة خصها تنطاق الآن، ليست تصير عادة عندك، لابد أن تبقى في وضعها الذي شرع له وهو آل، وهو العبادة. إذا ما خصناش تشرعوا باش العبادة تبقى عبادة، خص يكون روح العبادة، تبقى ارتباط روح العبادة بالعبادة. شنو هذيك روح العبادة؟ هو المقصد من التشريع. شتي؟ هو آل، هو المقصد من التشريع. لماذا شرعت هذه العبادة؟ ملي كنعرفوا لماذا شرعت، علاش قلت لك على كنظنوا من اول رمضان تاع حتى من بعد قبل من رمضان، كنظنوا على قضيه اش التربيه والتهذيب اش للنفس، لان هذا من مقاصد العباده ومنها الصيام طبعا بعد توحيد الله. هذا هو المقصد، هو اش تهذيب النفس. باش نهذب النفس اذا خصني نربي نفسي، خصني نحرص كيفاش بغيت هذه النفس انا تهذب، تغير السلوكات. رمضان شهر التغيير، خصني نتغير فيه، السلوكيات العامة خصها تتغير في جميع النواحي، باش بغيت نغيرو؟ باش بالتربية، باش بغيت نتربى؟ في المدرسة، شتي؟ كناخذ هذه القيم التي رباني اش الصيام عليها، لأن الله عز وجل جعل هذه القيم في ماذا؟ في رمضان. وهي اللي ذكرنا قيم الإخلاص، قيم الإحسان، قيمة آش تحسين التقوى، قيمة آش رفع الإرادة أو علو الهمة. كربك الصيام على علو آش الهمة. علاش يقول علو الهمة والإرادة وشرحناها؟ قلنا لأن الصيام في بدايته لك، أوسطه لك، نهايته يختلف. احنا بدات كتاش قد كتزير في الاول، كنت باقي شويه اش باقي الجهد كما كنقولوا الدرجه ديالنا ياك ولا لا؟ الجهد. دابا ولاو يبان لك النهار شويه ولاو عينيك يدوروا، لاحظتي ولا ما لاحظتي؟ ولا انا كان هذا هو الواقع. صيامك في الاول ثلاث ايام الاولى وربع ايام هي بحال دابا، بحال اللي غتجي من بعد؟ لا. علاش؟ لان الجسم كيبدا يدخل لاش الميكانيزم معينه، اذا وليتي كتدخل فاش علاش كيقول لك انما الاعمال، النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالخواتيم. وما تكونش كان منبت هي اللي قلنا، جيتي في الاول مثالك لاش العصر الاخير التي ليس هناك عصر افضل منها. علاش قلت لكم ما تخمنش؟ لذلك كننظم انا غادي هذاك اللي كيدير السباق كتعرفوه ياك؟ لا بطبيعة الحال كتعرفوه، قاعد تسابقنا وحنا كنا صغار ياك ولا لا؟ فاش كنا انت كتعطي الطاقة القصوى في اخر اش لما كنقولوا حنا قرب النهاية كدير المسافة غتجريو 400 متر ولا 500 ولا 600 واش من البداية كنبداو غاد دا غاد وصلاش غاد مشارك السباق. لذلك اش كنبقى غادي كتسايس السباق، معناه اش كنقولوا حنا سياسة السباق. انت كيكون الجري الذي هو طاقة القصوى كيكون في اخر مراحل السباق، واخر مراحل السباق اللي هو في الصيام فين؟ في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر. اذا بدانا شوية وانا اذا كنضرب الحساب لاش فقلت لك هنا كترود. اذا كيعلمكم انت باقي داخل الصيام، هذيك الاراده كتبدا اش تعلو مع مرور الزمن. ما حتى ولا لا كتعلو ولا ما كتعلوش؟ غادي وانت غاجينا حنا حتى الصبر اللي هو غادي التربيه عليه وكلها، غتحس بنفسك انك اش تحتاج الى كل مره انك تزيد من اش من الوتيره. هنا بديتي كتدخل فاش الصح كما كيقول عندنا مفهوم دابا الان. طيب بعد القيم الروحيه التي تكلمنا عنها، تكلمنا عن القيم التربويه، وقلنا ان القيم التربويه منها قيم الصبر. قلنا جو ما قلناه باش نعرفوا؟ قلنا هنا قلنا القيم الصبر ولا ما ذكرناش على قيم الصبر؟ ما قلناش قيم الصبر هنا.
الصبر شو سبحان الله العظيم. لذلك يسمع الأحد وكل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصيام شهر الصبر. كنت سمعه لما كنت سمع حديث رسول الله. يا واحد زوني كيفاش الصيام شهر الصبر؟ كيفاش معنى الصيام شهر الصبر؟ من غير الصيام ماشي شهر الصبر، لا فيه صبر. كون الطاعات تحتاج إلى إلى صبر. طيب لماذا تخصيص الصيام بالصبر؟ هو شهر الصبر أعلى، لأنه ركز الصيام شنو هو الصيام؟ هو الإمساك ولا لا؟ الأصل في وضعه اللغوي الصيام هو الإمساك عن الكلام، ثم انتقل إلى إلى التعريف أو الحد الشرعي، فكان بمعرفة التعبد لله بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعرف بنية. ما هو قلنا بنية رأي التعبد الناس، ركزوا معنا، حيث لا قلتي التعبد في الأول ما تقولش النية في الأخر، ما قلتيش التعبد تقول إيش، ونجيب لكم قاعد التعاريف اشفق على خاطرك. اتركوني ما تركتكم، مفهوم؟ أنتم ما ضيعتونا الافتيار، فين قلنا؟ هذا حبس، إذن الإمساك، إذن الإمساك، والصبر شنو هو؟ حبس، هذا حبس وهذا حبس، توافقوا فاش؟ في التعريف اللغوي الذي هو الحبس، كلاهما حبس، فحينما تجد نفسك أنك تحبسها عن الأكل والشرب والجماع الذي هو المباح من وقت إلى وقت، فتجد نفسك أنك تتربع على الصبر، بل هو الصبر. لذلك قال أهل العلم أنواع أفضل عفوا أنواع الصبر هو الصيام. أفضل أنواع الصبر هو علاش سيدنا الصيام هو أفضل؟ قال لأنه يجمع جميع الأنواع، يجمعها، لأن الصبر له أنواع، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأضيف إليها الصبر على إداء الآخرين. يجمع دابا ولا ما يجمعش؟ يجمع كاع الأنواع. لذلك حينما تصوم أنت فأنت تصبر على على طاعة الله، لأن الصيام يحتاج إلى صبر، إذن فأنت تصبر على طاعة الله، فأنت تحبس نفسك عن الأكل والشرب الذي منعت منه شرعا حتى يحين وقت الإفطار، ثم تصوم وتحبس نفسك وتصبر على عن معصية الله. علاش؟ لأن الصيام ليس مخصوصا بترك الطعام والشراب والجماع فحسب، لا، بل أن تصوم عن المحرم، معنى جوارحك كلها تصوم، فعينك تصوم عن الحرام، وأذنك تصوم عن سماع الحرام، العين عن رؤية الحرام، والأذن عن سماع الحرام، والفم عن الكلام الحرام، والخوض في الحرام، كذلك اليد، فهي تصوم عن البطش في الحرام، والرجل تصوم عن المشي إلى الجوارح كلها تصوم. وصحبش أن الصيام فقط على طعام والشراب، لذلك قلنا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، لأنه لا داعي. معناه شنو؟ ما صامش لا، هو صام إبراءنا لذمتي، سقطت منه برد ذمته، لكن لا أجر له في الصيام، ما عندوش أجر. علاش ما عندوش أجر؟ لأنه خدش صومه، أفسد صومه. لذلك قال أهل العلم: كما أن الطعام والشراب والجماع يقطع الصوم، فكذلك المحرمات تقطع الثواب.
اش كدير؟ كتقطع الثواب ديال الصيام، لذلك ما نكونش مغموم. ها؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث خطير هذا. رب صائم ليس من صيامه الا الجوع والعطش. وليس من قيامه الا السهر. انت دابا شوف صايم ولكن الصيام ديالك الجوع والعطش. معناه برأت الذمة، لكن لاش الثواب المحصل. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذا لن أغبن، أنت غبن جانب كل شيء غسل يصوم. إذا أنت تصوم على طاعة الله وتصوم عن معصية الله. كتربى فين؟ في المدرسة الصبر التي هي مدرسة آش، يعلمك إياها الصيام. ثالثها الصبر على أقدار الله المؤلمة. كيفاش نصبر على أقدار الله المؤلمة؟ الجوع العطش ماشي آلام، مالكم؟ آلام ولا ما آلام؟ مش كتحس بالآلام؟ مش كنقولوا بالدارجة؟ ضرني الجوع ياكل لا ضرك، علاش ضرك؟ الضر ما كيكون إلا مناش من الآلام. إذا ضرني، إذا هناك آلام، أنت تصبر على آش؟ على آلام الجوع والعطش، لأن محبوبات إلى النفس. انتبه، محبوبات إلى النفس، إنما تركتها طاعة لله جل وعلا وهي حلال. فمن الغبن أن تترك الشيء الحلال الذي منعت منه وتفعله وتقع في المحرم الذي حرم عليك. آش سواء كنت صائما أو غير آش صائما، شو حماقة وغبن أن يقع الإنسان من الحماقة الآن يقع في المحرم وقد ترك ما هو آش حلال طاعة لله جل وعلا، فاترك الحرام أيضا طاعة لله سبحانه وتعالى، هو من باب أولى. ثم الصبر على إيذاء الآخرين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. اش تقول؟ إني صائم. اسمع، إني صائم، رغم أنه من العدل جزاء سيئة سيئة مثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. العدل هذا ولا ما هو العدل؟ لكن بالنسبة للصيام ترقى. شتي علاش كيتربك المدرسة ديال يرقيك إلى درجة آش أعلى من هذه التي هي مقابلة السيئة بالسيئة، مثلها لا، ممتنع رفع شوية، فمن عفا وأصلح. شتي أنت شتي ارتقيتي، فمن عفا شتي الرقي كيداير؟ لا طلع شوية، خلي هذيك أعرض عن والذين هم عن اللغو معرضوا. شتي كنرتفع أنا، ما كنبقاش عندي آش سيئة بسيئتنا مثلها، كتولي فوق وهو الصفح والمسامحة والعفو، وهذه درجة عالية. شي سهلة، خصناش النفس خصها تربى عليها. أنا كنقول لك راه كلشي ترويض للنفس، بس توصل لهذ الدرجة خصك آش خصك تربي النفس، لأنها صعب جدا. تصور أن الواحد يسبك ولا يشتمك كذا وما ترجع عليه، صعيبة صعيبة على النفس. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. ماشي هذه اللي بغينا احنا، هاي اللي جايه. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. جوج الحوايج هذو ملي كنقلبوا عليهم حنا. شتي شنو قلت لك؟ عندنا خصك تروضها. باش غتروضها؟ احنا كنتكلم على ما اش وما يلقاها الا الذين صبروا. تعلم بعد الصبر، حيت كتحبس النفس. شتي الصبر حبسوها عن الرد، لا تولي. ياتي الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فياخذ بمجامع ثيابه فيؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم فيبتسم، الله اكبر. اش كيدير؟ صلوات ربي يبتسم. انا ادري لي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كون كان شي كلام اخر كاين هادشي ولا ما كاينش؟ ما يمكنش، صعب
منين تقول لي وصلنا مازال هضره باقي بعيد حيت هنا عندنا كيقول لك خط التماس كتعرف شنو خط التماس خط يعني معناه شنو باقي كدوي معاه كيبقى عا هضره لكن حددت لمسو كيولي اش ردة فعل معاكس له ماشي موازي له في القوة كتاب نسأل الله العفا هنا ما كيبقاش كاع النظريات لا تنفع كاين هادشي اللي ما كاينش لان ما تربيناش كنضحكوا لان دو فعلنا انت دابا عصا ترد الصاع صاعا اينما كان عشرة قال لك ها كلمة درتي لي قاموس راه كلمة سيئة مثلها كلمة يقول لا كلمة قاموس شنو التربية شتي خصنا الصبر ولا ما خصنا ولا يلقى إلا الذين وما يلقى إلا الذين صبر وما يلقى إلا ذو حظ ها اللي بغينا احنا ها ذو حظ عظيم هي التوفيق ما تحبش السويرتي ما خدام السويرتي هنا هنا ما خدامش اش الحظ اللي هو تحب السويرتي كنقولوا لا حنا ذو حظ عظيم معنا من وفقه الله الى تربيه يعلم الله في قلوبكم خيرا يهديكم خيرا اذا خصنا نردوا النفس شي اش كنتعلموا شي دار شي ما تعرفوش اش كنصوموا صافي دار الشر خصك تربى سلوكيات قيم خصها تبقى معانا كان قرانا يمشي على الارض فهم يا وخصك يكون في الوقت اللي يكون خصك تدير خصك تدير ماشي تقول لي راني صابر ملي ما كاين حتى حاجه انا مني تحك يا قول لا مني تحك قال لك لا راح الحمد لله صابرين لله يرحم وحينما يؤز كيولي عفريت من ال بلا ما نكملوا يا كتجي اللي كاين لا لا بس الله العفو العافية إذا فينا والصبر الصبر خصك بس لما يكون لحتيكك عرفتي لذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم شتي الخيرية فين كاينة تما فين كيبان المعدن ها المعدن امتى كيبان ملي كيكون الاحتكاك قال لك شدة النار لا تزيده الا صفاء وجودتان اي والله خد محالنا راه القضيه شتي النفس خصها تربى خصها ترود لكن امتى كتبر في الحق كان لا يغضب صلى الله عليه وسلم الا اذا انتهكت محارم الله اشتراه صلوات ربي شتي هنا فين كيبان هنا مكان لا خاصك مؤمن شتي دابا فين كيبان هنا الموقف فين خصو يبان من الشده ديالك لذلك قال عليه الصلاه والسلام ليس الشديد بالسرعه لا يعني رده الفعل لا هذا ليس الشديد لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شتي هذا هو اللي كيتسمى شديد عم شد راه رديت ليه والله انت درت ليه المهم عارفين الشيء الاخر الا ما خدامش هذاك الشيء امتى كتكون شديد لما كنت كتملك النفس ماشي هي اللي كتبدا تلعب بك لا انت شي ترويض كده كتولي افعلي ولا تفعلي انت اللي تقول افعلي ولا تفعلي ماشي انت الهوى ديالي والنفيسه والانتقام ورد الحسياف وكلام طويل وانتيق امريتا فعل ونترك لا حيث سال ما كان وين سالينا فهمنا طيب اذا مش حالنا لو دابا انواع هذه الصبر جمعت فيها شو في الصيام شتي فالصيام هو افضل انواع الصبر لذلك قال عليه الصلاة والسلام الصيام شهر الصبر الصيام شهر الصبر من الأمور التي يتعلمها أو يغرسها الصيام في نفس المسلم هو ماذا
في القيم التربوية هو الحلم، قيمة الحلم. أما هذه الله يرزقنا وإياكم الوصول إليها، لأنها صعيبة، صعب من الصبر، حيث الحلم هو صبر مع تعقل، تدب صبر وزيدها إحضار العقل عند ذلك. وذلك شدة الغضب وشدة الإيذاء لا تزيده إلا حلما، إلا حلما. وذلك نفس الأعرابي اللي مسك النبي صلى الله عليه وسلم من مجامع ثيابه وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه من مال الله الذي أعطاك، أعطوه من مال الله. فقال للأعرابي حينما سأل، اسمع شو الحلم، شوف الصبر مع شوف التعقل، واش انت في الموطن دابا ديال التوجيه والارشاد؟ قول لي ملي يسبك شي حد وكذا، انت دابا في موجه الترشيد الارشاد ولا تبين؟ ما كاينش هذاك، كلشي كيتسب، كلشي يغلق، كتولي انت اسوء منه. كما قلت لك علاش رديتي الصاع صاع عيني، لكن شوف النبي عليه الصلاه والسلام الحلم، مع الحلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للعربي؟ قال لما جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله مرني اطرح رقبته فقد اساء الادب معك. ويلي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، الله ما كيحشم اللي كيقول لك مشكل يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابه كانوا الهوى الهوى النسل، اذا كان كيبغيو يقابلوهما باش ما ياذيش، هذا هوى الريح، ريح عابش زيد. اذا كان شخص هذا ما غنشيش على الله، لكن شوف مع ذلك ما كانوا يفعلون شيئا الا بامره. مع عمر بن الخطاب هذا خبر كان، خبر كان، لكن شوف لأنه بغي عنده عمر رضي الله عنه شديد في الحق، جوج كلمات ما كاينش أرى كيعرفهاش، ضربة بالسيف من أساء الأدب مع رسول الله خصو ما يبقاش يمشي فوق الأرض. وما أحوجنا إليك يا عمر في زماننا، الله الذي لا رب زلاف، لا إله إلا الله، لا تجر أن تتكلم في رسول الله. اسمع، فقال له، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب كما قال الرجل غيره، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، انت باقي كتر، شوف ترميه شانقو. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم الموجه المربي، شوف الحلم، قال شكون انت بتعلمه؟ قال علمه كيفية الطلب وعلمني كيفية الأداء. لا إله إلا الله، تبى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يأدي صلوات ربي صلى الله عليه وسلم، يعلم شوف الدرجة يعني يجي حلم هذا، بس توصلت لهذه الدرجة حلم. لذلك حينما جاء الأجج عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، الحلم والأنات. ولذلك شدة الغضب شدة الإيذاء لا تزيدك إلا إلا حلما، معناه تستحضر العقل وأنت صابر. هذا هو فين يعلمك فيه؟ تعلمه فاش في مدرسة الصيام، يعلمك هذه القيمة التي هي قيمة الحلم، لأن النفس قلنا الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، لازم انك تروج فيها الحلم باش خاصك ماشي كتحاول تتصنع الحلم، فتربي النفس وتراودها على الحلم والصبر والتصبر، نفسه كتعود نفسك على التصبر
حتى تصل إلى آش إلى الصبر والتحلم إلى الحلم والتعلم إلى العلم، وهكذا في جميع الأشياء. ومن أكبر القيم في هذه القيمة أو القيم التربوية التي نضيعها نحن ونفرط فيها كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، لأنه ما كاينش كل يوم اللي عندنا نصيب إلا ولنا نصيب، وهي هي ضبط الوقت. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسأل ما عليك يضيع. الأنفس ديالك معدودة، لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع منها عمرك لما أفنيته. إيوا الوقت عمرك أش راه دقائق دقائق وثواني، هذه أسابيع دي شهور دي سنوات مغمرة. إذن هذا الأيام هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل ده هذا الوقت فين كتستغله؟ شتي الصيام يعلمك ضبط الوقت، معناه أن وقتك أنت خلقت لغاية. إذن معنى كل العمل الذي تقوم به سواء كان عبادة وما تكونش مغبون كما كان السلف شو، وحتى المباح منه تطوعه آش ليصير عبادة حتى المباح. فإذا كل عمل ديالك خصو يكون آش عبادة، لأنك خلقت للعبادة. فبعضها عبادة مباشرة والأخرى عبادة غير مباشرة، بمعنى الناس إحداها عبادة ذاتية والأخرى عبادة آش ليس لذاتها بل بالنية المترتبة عليها. إنما الأعمال شهادة الكسلمة مباح ولا مش مباح، شرب ولا مش شرب، شكولك هذا ملزم أنك أنت شرب ماشي ملزم، لكن قد تلزم، لكن عاف الوقت هو نفسه هل هو عبادة لذاته شرب الماء لا، أكل لا، لكن إين أخذ من شكون كاين فينا حنا اللي كياخذ الماء ولا ياخذ الأكل وكيأش كيخرج منه آش الأجر؟ الماء فيه شي أجر إلا شربتيه، الأكل فيه شي أجر إلا كلتي إلا نعستي، كاين شي أجر لأن ليس فيه أجر لأنه مباح، المباح الذي تساوى طرفه ما فيش ما فيش أجر. لكن السلف كانوا يطوعون هذا المباح ناس باش ياخذوا عليه الأجر. فلذلك شوف سفيان الثوري ماذا يقول، يقول إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. أجلي نومتي النعاس وقومتي قيام الليل كنحتسب، قال إني لأحتسب على الله آش إني كينعس والأجر خدام، العداد خدام، علاش خدام؟ ما هو النوم لا أجر فيه، علاش؟ بنيته، لأنه يقول إنما نمت لأتقوى على طاعة الله فيأجرك الله على نيتك، شربت الشربة تقوية لطاعة الله تؤجر على نيتك، أكلت الأكلة للتقوية على طاعة الله تؤجر على آش، لأن الماء نفسه والأكل نفسه أي الشرب نفسه والأكل نفسه والنوم لا أجر فيه، لكن بارتباطه آش بالنية يأجرك الله على النية لا على الأكل والشرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. اشتياق مغبونين لما مغبونينش مغبونين. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك بها صدقة، وهي مباح اصلا اللقمه ترفعها اش الفم ديال المراه ديالك عندك منها غايات. لا لا الراس كيدور ما عندك علاقه بها، لكن اش لكن حينما تريد اش اعفافها حسن المعاشره واللي تجي فيك شتي واللي تجي اجر ولا ماشي اجر، خدتي الاجر
خدي الأجر. لذلك شو رحمة الله عز وجل قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وفيها أجر شهوة وفيها أجر؟ قال أرأيت إن فعل في حرام أما عليه وزر؟ قال بلى. قال كذلك إن فعل في حلال. علاش؟ لأن نيته ما يجي وقرب يتزوج كتبي معاه ويقول لك شنو بغي نتزوج. هي بغي تزوج هذا هو العرف العام. لكن انت كمؤمن علاش خصني نطوعو؟ انا كمؤمن خصني ماشي نقول لك نتزوج، كنقول لك انا باغي نتزوج ولكن في قرار نفسي اش اريد اش اعفاف نفسي تعذر، لان مطالب انت باش باعفاف اش النفس، فانت منهي في ايقاعها فيما يغضب الله جل وعلا. فلما كتجي في المقابل انما الاعمال درنا ما درناش يلا هكا كتجوج بغا يدير وليدات بغا يدير حتى كيوحل كاين هادشي ولا ما كاين؟ بارك علينا ربي قال شويه غنبداو نخرجوا. سبحانك اللهم وبحمدك. المهم القيم الان، القيم الاول الروحيه، القيم اش التربويه، بعدها القيم الاخلاقيه ان شاء الله. واذا الحصه القادمه جعل الله اياكم من الذين يستمعوا القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله اولئك هم اولو الالباب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. امين.